أوبك بلس على الزيادة التي اعتمدها خلال شهر يوليو بواقع 648 ألف برميل يوميا لتمتد إلى شهر أغسطس المقبل. القرار الذي ينتهي أجله قريبا تنظر فيه المجموعة خلال اجتماعها القادم في 3 أغسطس لتحديد سياسة الإنتاج خلال سبتمبر، وذلك لطمأنة المستهلكين ودعم أمن الإمدادات واستمرار المراقبة الحثيثة للمتغيرات والمخاطر التي تحيط بالعالم. إذن إبقاء على الزيادة التي دعمت استقرار الأسواق بعد حظر أكثر من ثلثي واردات النفط الروسية، قرار تفاعلت معه الأسعار بانخفاض تخطى 3% للعقود الآجلة وما يقارب ذلك لخام برنت. تحرك في الأسعار اختلف بشأنه المختصون بين من اعتبره تفاعلا إيجابيا للأسواق مع تأمين الإمدادات، وبين آخرين غربيين تحدثوا عما وصفوه بالغموض نتيجة الخطوات المتلاحقة لتقليص عائدات النفط الروسية وانعكاساتها على العالم أجمع. وكان نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك قد أكد على أهمية قرار أوبك بلس لضمان استقرار الأسواق، محذرا من محاولة مجموعة السبع وضع سقف لسعر النفط الروسي والخلل الذي قد تسببه مع ارتفاعات قياسية في أسعار الطاقة. وتسعى أوبك بلس بقيادة المملكة لسد فجوة العرض التي أحدثتها العقوبات المفروضة على روسيا، إلا أنه على العالم أن ينصت جيدا لصوت السعودية التي أكدت على العمل بشكل جماعي مسؤول وشامل لإنقاذ الاقتصاد العالمي من أمرين: مشاكل سلاسل الإمداد والخدمات، فالمسؤولية جماعية ويجب إعادة التفكير في مستقبل الطاقة. ينضم إلينا عبر خدمة سكايب من الظهران الباحث في جامعة إمبريال لندن دكتور يوسف الشمري. دكتور يوسف، بعد هذا الإعلان من أوبك بلس كما كان متوقعا تراجعت نوعا ما الأسعار، لكن إلى أي مدى ستستمر مع التوقعات والاستطلاع الذي أجرته رويترز من أنه الطلب على النفط سيرتفع إلى 5 ملايين برميل هذا العام؟ أهلا وسهلا أخي مفرح، ودائما سعيد الحديث معكم. الحقيقة في البداية أول ما صدر نتيجة الاجتماع أنه الإقرار النتائج يعني المقررة مسبقا، كان هنالك ارتفاع ملحوظ في الأسعار، يعني ما تجاوز حقيقة 0.5%، لكن تلاها اللي هو الانخفاض اللي جالس نشهده حاليا. وأنا تفسيري طبعا لهذا الحدث أنه الأسواق في الوقت الحاضر جالسة تأخذ بعين الاعتبار أنه خوف من الركود الاقتصادي خصوصا في الولايات المتحدة الأمريكية والزيادات في أسعار الفائدة التي اتخذها الفدرالي الأمريكي، وأيضا متوجهين لها البنوك الأوروبية والبنوك الآسيوية. فأتصور أن الأسواق حاليا تتوقع حدوث ركود في خلال 18 شهر مقبل، أو هذا ما حقيقة لو تسأل أكثر رؤساء الشركات في وول ستريت والأسواق العالمية، 60% لا يقل عن 60% يتوقعون مسألة الركود الاقتصادي، لكن بدرجات متفاوتة. فأعتقد هذا السبب الهبوط التي أو السبب الهبوط اللي جالس نلاحظه حاليا في الأسواق. هل تعتقد دكتور يوسف أن هناك دول حول العالم تدفع باتجاه الركود الاقتصادي ليس لمواجهة التضخم فقط ولكن لينخفض الطلب على النفط وبالتالي تقل الأسعار؟ لأنه تحدث رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي وقال علينا الاختيار ما بين التضخم أو الركود، بالطبع سنخفض التضخم. لا أخي مفرح، هو طبعا الركود الاقتصادي ما هو مسألة هينة، لأنه لما يكون عندك ركود اقتصادي ترتفع عندك أرقام البطالة، فما هي قد يؤددون يعني ينجحون في مسألة اللي هو كبح مستويات التضخم من المستويات اللي كانوا يرغبون لها اللي عند 2%، لكن حيكون هنالك البنالتي أو الضريبة حتكون جدا مرتفعة حتى يتم تحقيقها. فأتصور لكن قد يكون طبعا اللي هي الأثرها حيكون أقل نوعا ما من أنه تستمر الأرقام التضخم مستويات جدا عالية. فلكن هنا مستويات الركود، هل الركود مثلا يتوقعون أنه يكون مثلا مجرد فصل أو فصلين، أنه ما يكون يعني ركود مستدام أو أنه طويل المدى، فبالتالي هذا يقلل يعني مسألة الأثر مسألة الركود الاقتصادي. لكن إيش يترتب على هذا؟ سيترتب انخفاض الطلب على النفط، ولما يكون هنالك انخفاض في الطلب على النفط هذا سينعكس على الأسعار. يعني في تقرير صدر البنك أوف أمريكا في خلال اليومين الماضيات توقع أن تنخفض الأسعار عند 75 دولار في حال حدوث الركود الاقتصادي، وأعتقد هذا قد يكون يعني مؤشر
ريسك او خطا نوعا ما انه يكون في، وهذا اعتقد انه احنا كنا متصورين نوعا ما خلال الشهر الماضي. فهنا المسألة كذا اخي تلعب في المساله، لانه قد ننجح في او تنخفض الاسعار، لكن حيرتفع عندك مستويات البطاله، حينخفض الناتج الاقتصادي والناتج القومي وتقل الانتاجيه، فلها عوامل كثير سلبيه حتى لو انخفضت اسعار النفط. طيب ماذا عن المقترح في مجموعة السابع بوضع حد أقصى لسعر النفط الروسي بالنسبة لأوروبا؟ هل تراه واقعيا؟ وكان هناك تعهد على الجانب يعني ربما ب 200 مليار دولار لدعم الدول النامية، البعض فهم منه أنه يخص موضوع البنية التحتية في المنشآت النفطية في دول مثل نيجيريا، الكونغو، غينيا الاستوائية التي لديها مشكلات في الاستثمار هناك. اولا مساله وضع السعر على النفط، في شغله احب اقول انها ليست مساله جديده. اوبك في بداياتها في الستينات والسبعينات كانت تضبط السعر، لما ترفع السعر يقل الطلب، لما تخفض السعر يرتفع الطلب. فلكن هذه لما تيجي من سياسه المصدرين او المنتجين للطاقه او السلعه انها تنجح من ناحيه المستوردين او المستهلكين، لا اعتقد انها ستكون يعني فعاله. نعم. ليه؟ لانه حتاثر على امن الطاقه، يعني لو مثلا جي 7 توجهوا لهذا التوجه لتحديد سعر، الصين والهند قد لا تعجبهم هذه السياسه، لانه في الاخير اذا ما اشتروا بسعر معين يعني قد ما يحصلوا على منتجات الطاقه، وبالتالي هذا ياثر على الامن القومي. فلا اعتقد انها ستكون سياسه ناجحه ان تفرض سعر من ناحيه المستهلكين، اعتقد تكون ناجحه من ناحيه المصدرين. ماذا عن الدعم من 200 مليار للدول الناميه مجموعه السبع؟ كان مفاجئا الاعلان. دعم من ناحية الاستثمار في أو الشراء البعض عزاه، نعم هو لسد الفجوة قيل بين الدول النامية والدول المتقدمة، ولكن البعض قال أنه نيجيريا، الكونغو، غينيا الاستوائية وكثير من الدول لديها مشكلة في المنشآت النفطية والاستثمار فيها، وربما الأوروبيون أو مجموعة السابع تريد أن تنشط هذه الاستثمارات وبالتالي يزيد الإنتاج فتنخفض الاسعار. اتصور هذه سياسه جيده. لا لانه لما احنا ندعم المصافي، واعتقد هذا على فكره هذا شفت او تغير في السياسه، لانه احنا في السابق كنا ندعم مشاريع الطاقه المتجدده وتقليل الكربون، ان يكون في يعني بعض الاستثمارات ذاهبه للمصافي وصناعه اللي هي استخراج وتصدير النفط، اعتقد انها بادره جدا ايجابيه ومؤشر على في تغير نوعا ما في السياسه، خصوصا من دول الاتحاد الاوروبي والولايات المتحده. واعتقد انه شهدنا ايضا هذا ليس فقط في دعم الدول النامية، أيضا هنالك في إعادة في أرقام الاستثمارات المطلوبة في صناعة الغاز الطبيعي في دول أوروبا والولايات المتحدة أكثر من الأرقام اللي كانت مرصودة مستقبلا، فهذا يضع نوعا ما على علامات استفهام عن الطموحات والأهداف التي أطلقتها الدول الجي 7 ودول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في قمة باريس، ومنذ تولي وأيضا منذ تولي رئيس بايدن اللي هو فترة الرئاسة. فأتصور أن هنالك نوعا ما في مراجعة للسياسات بسبب الأحداث السياسية وأيضا أزمة التضخم الحالية يشهدها العالم، وربما إمساك للعصب من المنتصف، دعمها في دول وإبقاء على السياسات التي تحدثوا عنها في دولهم. شكرا جزيلا لك الباحث في جامعة إمبريال لندن دكتور يوسف الشمري. نواصل في هذا الملف، حيث أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو لا تقيد بأي شكل من الأشكال تصدير الأسمدة والمواد الغذائية، كما أنها لا تعرقل عملية نقل الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية. بوتين طالب باتخاذ إجراءات قبل أن يصبح الوضع في الأسواق العالمية مأساويا، ومن ضمنها نزع كييف للألغام التي زرعتها قواتها في ممرات البحر الأسود.